منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير بتشيلي في 7:00 مساء قبل السفر غدا إلى لندن لمواجهة جامايكا. علام يرفض التعليق على قرارات لجنة الأندية ويؤكد أنها مجرد توصيات. فاروق جعفر يطالب مجلس الجبلاية بالاستقالة في حالة إلغاء الهبوط بالدوري. الأهلي يدرس قرارات لجنة الأندية بعناية قبل إصدار قراره خلال اجتماع مجلس الإدارة غدا. جدو يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي. الأهلي ينتظر العرض الرسمي من سبورتنج لشبونة لبيع رامي ربيعة. إسلام جمال مدافع الطلائع يقترب من الانتقال للأهلي. رئيس الزمالك يرفض ضم محمد كوفي بسبب وكيله. النيابة العامة تفتح التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية بنادي المنيا. بتروجيت يختبر لاعبين من غينيا وكوت ديفوار تمهيدا للتعاقد معهما. سموحة يرفض التفريط في طارق حامد وأحمد حمودي بسبب البطولة الإفريقية. شريف أشرف يمدد تعاقده مع الجونة موسمين. بعثة دورة الألعاب الإفريقية تعود من بوتسوانا بعد تصدرها جدول الترتيب. وزير الشباب والرياضة يجتمع بأعضاء الأولمبية غدا لمناقشة الاستعداد لأولمبياد الشباب بالصين. خالد عبد العزيز يحيل مخالفات اتحاد الطائرة للنيابة العامة. الجزائري عبد الحق بن شيخة مديرا فنيا للرجاء المغربي. الجيش الملكي يفوز بكأس السوبر المغربية للكرة الطائرة. اتجاه في المريخ السوداني لإقالة الألماني أوتوفيستر. الجزائر تكتسح أرمينيا بثلاثية استعدادا لكأس العالم. البرازيلي سواريز مدربا لاتحاد كلباء الإماراتي خلفا لأيمن الرمادي. العداء السعودي يوسف مسرحي ثالث الدوري الماسي في سباق 400 متر والسوداني أبو بكر كاكي الثالث في 800 متر. تشيلسي يعرض 100 مليون يورو لضم ثلاثي أتلتيكو دييغو جودين وفيليب لويس ودييغو كوستا. الأمير ويليام يودع المنتخب الإنجليزي قبل السفر لأمريكا لإقامة معسكر إعداد كأس العالم. الرئيس المكسيكي يواسي لويس مونتيز بعد تأكد غيابه عن المونديال.